اهلا وسهلا بالغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال والظروف، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي كله طاقه ايجابيه وفيديو زويون. المهم شكون شكر العروسه؟ والله الا فيديو زوينه البنات، كنصحكم انكم تشوفوه حتى الاخر. سيرتو الاخوات اللي حاسين شويه بالقنط الملل، فانا غادي ناخذك معايا اليوم في واحد الجو زوين، تخرجي هكا تفوجي معايا شويه. غنبداو باول حاجه بواحد الوصفه زوينه بزاف، ومن بعد نكملوا الفيديو ديالنا، بقاو معايا الى اخر الفيديو. مرحبا بكم. كيف ما شفتوا معايا وجدت الفطور، فقت هذا الصباح كنت ناشطه، فصايبت في الفطور لي كريب الوليدات بالنوتيلا، كيعجبهم وكيحماقوا عليه. شحال زوينه البنات يفيقوا الوليدات في الصباح، تكوني انتيا ناشطه وفايقه بطاقه وحيويه، وكيفيقوا على واحد الريحه لذيذه، ريحه ديال شي حاجه هكا كطيبيها وتوجديها لهم في الصباح، راه سعاده، راه شي حاجه زوينه بزاف. كيف ما لاحظتوا معايا البنات في الغداء غادي نصايب ان شاء الله قنيه، غنطيب قنيه. كيف ما شفتوا معايا راه كنت جابها الزوج ديالي، جاب جوج، فغسلتهم رقدتهم في الحامض والملحه وشي شويه ديال السكينجبير، يعني نفس الطريقه باش كنغسلوا الدجاج، غير هو خصهم ضروري ينشفوه البنات، كنحيدهم كنحاول ننشفهم ونخليهم واحد الفتره هكا معريين في الثلاجه لداخل، لان الثلاجه كتعرفوا مره كتطلق داك البرد ديالها باش ينشفوا مزيان. فهذوك المنظر ديال انني غسلتهم وحيدتهم خليتهم ينشفوا راه كان ليله اولا النهار اللي قبل، فهاد النهار هذا كنت ديجا مقطعاهم كيف ما شفتوا معايا، وغادي نردهم اولا غنصبهم باش يطيبوا في الغداء. كيف ما شفتوا معايا راني قطعتهم، قطعت البصله اول حاجه وتكون بكثره بزايد، حيت غادي ندير غير بالبصله وغادي نحطها يعني نقدمها في الاخر بالفريت. درت البصله، درت الثومه كيف ما شفتوا معايا حكيتها هنا، طريفات ديال الحامض مصير على يد ماما الحبيبه ديالي الله يعطيها الصحه، كتصايبو دائما وكتخلي لي حقي، كيجي رائع البنات، كيجي بحال داك الحامض المعسل عرفتوه اللي معروف عند المراكشيين، هذاك هو كيجي زوين في الماكله البنات، كيجي خصوصا هكا في الطبخ يعني مع الدجاج، مع قنيه كيف ما شفتوا دابا. فخديت واحد طريف نقيته حيت العظيمات وقطعته رقيق 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 وزدته حتى هو، وغادي نقطع الربيع والاغلبيه في هذا الربيع المعدنوس، المعدنوس غالب على القزبر، فانا الاكثريه كنستعمل المعدنوس بزاف لانه كيعطي واحد المذاق رائع وزوين. صافي غادي نضيفه حتى هو، ومن بعد غادي نضيف التوابل. فهنا ضفت وريقه سيدنا موسى، وغادي ندير التوابل اللي هي عباره على الملح والابزار والكركم. الكركم درته بزايد البنات لان ما بقيتش كنستعمل نهائيا داك اش كنقولوا ليه، خلاص هذاك الخرقوم اولا داك الملون الاصطناعي هذاك خلاص، انا سنين واقيلا من صغري ما بقيتش كنعرفو، ما بقيتش كيدخل داري نهائيا، ما كنستعملوش. الاكثريه اللي كنت كنستعمل هو الضويمه ديال الزعفران، ولكن ماشي ديما غاده وكنقص منها، ما بقيتش كنستعملها، فهنا ما غنستعملهاش نهائيا. كيف ما شفتوا معايا درت الكركم طبيعي اللي مطحون على اليد البنات، العطريه الحمد لله كلها كناخذها مطحونه على اليد، يعني على انا اللي كنختارها وكنطحنها عند العطار، كتكون طريه وزوينه وجديده. درت كما قلت لكم الكركم، سكينجبير، درت واحد الرويس المعلقه ديال القرفه، ورويس المعلقه ديال ديك راس الحانوت البنات، كيعطي واحد النسمه واحد المذاق رائع، راه غير رويس البنات، وما مجهدش عندي زوين بصراحه، كنت خديته من عند واحد العطار حتى هو طحنوا ليا على يده، زوين بزاف زوينه بزاف ديك راس الحانوت. فصافي كيف ما شفتوا، كنتمنى انني ما كون نسيت شي حاجه في العطريه، راه كلشي باين. هذا الشيء بالنسبه للمبتدئات، وصافي البنات راه نفس الطريقه ديال كيف ما كنطيبوا الدجاج، كيف ما درت القنيه. زدت واحد شويه البنات ديال السمن، السمن الحار حتى هو كتجيبوا لي ماما، غزال داك السمن البنات زوين بزاف ومجهد، داكشي علاش درت منه غير شي شويه، فالله يحفظ لي ماما مسكينه ديما كتفكرني في بحال هذا الشيء هذا، الله يعطيها الصحه حتى يا ربي، هي وبابا الله يحفظهم وينجيهم ليا يا ربي في هذا النار، ويحفظ لكم والديكم ووليداتكم وكل غالي وعزيز عليكم يا ربي. فكان هذا هو الطبق، هذه هي النتيجه، خليتها حتى تشحرت مزيان 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 وتلبات هذيك ديك المريقه، جات عاقده ووقفات يعني، جات مدغمره خطيره البنات عرفتي.
جات ألد ما يكون فريمون بصحة البنات، ماشي زعما كنشكر راسي، ولكن فعلا هذيك القنية هكا بهذه الطريقة جات رائعة، جات بنينة بزاف، يعني ما خليناش فيها حقنا نهائيا، ما بقاتش نهائيا. صافي كان هذا هو النهار الأول، وهذا النهار الموالي. يعني صورت لكم لقطات من يومين متتابعين، يعني هنايا درت معكم هنا الوصفة في الجزء الأول، والجزء التالي كانت خريجة، خرجنا هكا خرجنا الوليدات، فهنايا ديناهم غادي يتغداو غير في واحد سناك هكا عادي، سناك شعبي زعما عادي، خلينا لهم تاكوس وكاين اللي بغى البانيني. صافي تغدينا مع الوليدات وخرجنا تمشينا، مشينا لاكوت، وهانتوما غادي تشوفوا معايا فين مشينا بالضبط، خليكم معايا لاخر الفيديو. ايوا كيف ما سمعتوا البنات، راه مازال نقصت بزاف، ما بغيتش نعيق عليكم، انا راه ما تنسكتش، راه انا كنصور وكنهضر، انا خارجين هكا كنتمشاو وكنهضر مع راجلي في الدار هكاك، في الليل في الصباح ما كنسكتش. حسن عوان راجلي معايا في البلا بلا بزاف. المهم هادشي اللي عطى الله انا هكا، ولكن صراحه راجلي ولفني بحال هكاك، راه نهار اللي كيشوفني كوايت يعني ساكته وهاديه راه تيعرف شي حاجه ماشي هي هذيك، تيقول لي مالكي. المهم هنايا راه توجهنا لانفا بليس مول، دخلنا تمشينا فيها شويه مع عندها واحد الجهه هكا كتخرجوا منها لجهه البحر، فكاين اطلاله زوينه من ديك الجهه صراحه، تمشينا شي شويه تما. المهم الواحد كيبدل الجو لي الاشاره البنات، هذا الفيديو راني صورته شحال هذه، يعني قبل من السفر اللي كنا سافرنا لبوزنيقه، هذا راه قبل منه، وما ما ساليتش له باش نمونطيه وداك الشيء. المهم جا وقته دابا. صراحه الجو غزال يا البنات، من اجمل المناظر الطبيعيه اللي كتعجبني صراحه، المنظر ديال البحر بحال هكا في جو يكون هادي ومشمس، وبصراحه نعمه من عند الله والله العظيم، الواحد غير يخرج غير جنب البحر يدي فولا ويبدل الجو، يستنشق الاكسجين مزيان ويرجع بحالته، راه بخير. وهنا دخلنا البوتيك ديال اوركسترا البنات، شنو نقول لكم، هاد البوتيك البنات كنت كنفسي منه وليداتي ملي كانوا صغار، كانوا صراحه قبل من ادم ملي كانوا عندي غير بنات، كنت كنكسيهم من هنا، كنا كنديروا ديك لاكارت ديال الكلوب، كانت ديك الوقت يعني في داك الوقت كنا كنديروها ب 300 درهم للعام،
كنبقاو نستافدو منها. كناخدو دائما بنص الثمن، يعني دائما بالثمن ديال الكلوب. الحاجه مثلا كانت كدير 200 درهم كناخدوها حنا ب 100 درهم. فكانت زوينه ديك القضيه واستفدنا منها صراحه بزاف. صار من بعد فاش وفاش ولات هادي ال سي وايكيكي قريبه ليا، هنا كاينه في مرجان قريبه لينا، فوليت كنمشي ل ال سي وايكيكي بزاف، وما بقيتش كنمشي للاوركسترا يعني نادرا. ولكن صراحة عندهم ميدار وداكشي زويون، سيرتو ديال الأعمار الصغيرة، يعني ديال تحت من 6 سنين، مثلا 7 سنين 6 سنين ولتحت، عندهم داكشي غزال سيرتو ديال البنات، وحتى ديال الولاد عندهم داكشي رائع بزاف. وهادشي اللي كاين. مهم كملنا الجولة ديالنا كنتمشاو، من بعد دخلنا المينيسو. غادي نوريكم شنو خديت من مينيسو، شي حاجه قليله ماشي شي حاجه، ولكن بقاو معايا باش نوريكم، لان ديك اللي خديت واحد الحاجه خديتها من مينيسو غزاله، غنصحكم انكم تاخدوها لانها زوينه بزاف وغتنفع كل سيده. خليكم معايا. شوف سبت النهار ما عرفتش واش فينا ماما. وهادشي اللي خديت البنات كيف ما قلت لكم ماشي شي حاجه كثيره، وقال شي ثلاثه ديال لي زارتيكل. المهم اول حاجه هما هاد لي بروسادون، هاد الشيتات ديال السنان غزالين يا البنات، صدقوا لينا واعرين واعرين بزاف. ما عرفتش الثمن ديالهم، وقيلا ما مشي 29 درهم يمكن، وانا ما عرفت 49، والله ما عقلت البنات 29 ولا 39 باردون 29 اولا 39. ثمنهم مناسب جدا، ورا فيهم البنات 6، يعني خديت انا والبنات، خديت ليا انا وحده، وكل وحده في البنات خدات وحده. بقى ادم حتى من بعد ناخذ ليه شي وحده، بقى عنده ديالته مزيانه، ولكن البنات ثقوا بيا طلعوا غزالين رطبين بزاف وزوينين، تيغسلوا مزيان السنان. خديت كذلك هذاك الديفيزور كيف ما شفتوا معايا برائحه الورد، صدقته هو زوين وبقى مده طويله وهو كيعطي الريحه، راني كنت دايراها عندي في الدار. والحاجه اللي انا بغيت نشاركها معكم هي هذيك لابغوس اللي كنغسلوا بها الوجه، فنه يا البنات، واعره 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 بزاف، غسلت بها مرارا وتكرارا، فنه، كنصحكم تاخدوها. عرفتوا شحال رطبه شحال زوينه، كنت فايته خديت بواحد لابغوس شحال هذه ما صدقاتش ليا نهائيا، غسلت بها مره واحده ولحتها. خديت هذوك ديال السيليكون، عندي ونيت وحده كنغسل بها صافا مزيانه، ولكن هذه البنات فيها جوج، فيها البراش العاديه رطبه بزاف بزاف، وفيها ديال السيليكون من الجهه الاخرى، خطيره فعلا خطيره، كتغسل بواحد الطريقه عميقه وزوينه بزاف. من بعد كيف ما شفتوا بدينا كنتمشاو، درت الماساج، وهنا كيسالي الفيديو ديالنا. كنتمنى ما نكونش ثقلت عليكم، كنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايكات هكا باش تشجعوني، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تخليو ليا تعاليق لان فعلا كتفرحني التعاليق ديالكم بزاف بزاف. وكنشكركم كنشكر كل وحده وصلت حتى لهنا في الفيديو، شكرا بزاف على حسن المتابعه. نضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو قادم بحول الله، تهلاو ليا فراسكم، سلامه.